وفي هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس في مجموعة اللقايا، الشوط التاسع عشر في سباق هذا اليوم والثالث لفئة القعدان، اللقايا من مسافة 3 كيلومترات. اللي في أول المراكز في هذه اللحظة هذا حوران لسيد سعيد بن جار الله بن سميخ مع حوران في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن بتسلل من الجانب الأيمن هذا البصير لسيد محمد بن حمد القرص مع بصير في أول المراكز، اللي في ثاني المراكز الناموس للسيد فهد بن سالم المسعود مع الناموس في ثاني المراكز، ثالث المراكز شعار المقلوم هذا عز الجيش لسيد محمد بن حمد المقلوم في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا هو حوران للسيد سعيد بن جار الله بن سميخ، سعيد بن جار الله بن سميخ مع حوران في هذه اللحظات في رابع المراكز، وذكرتنا اسم حوران هذا هو حوران اللي في هذه اللحظات في رابع المراكز، اما اللي في خامس المراكز هذا هو الحنيش لسيد احمد بن حماد، احمد حماد علي مع الحنيش في هذه اللحظات في خامس المراكز، وسلل مباشره الى رابع المراكز. اللي في اول المراكز هذا هو البصير لسيد محمد بن حمد القريصي، وركز يا طيب ركز ركز على المسايره، هذا هو البصير للسيد محمد بن حمد القريصي، اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل هذا هو الناموس للسيد فهد بن سالم ابي مسعود في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا هو الحنيش للسيد احمد حماد علي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، رابع المراكز اللي واصل حوران للسيد حوران بتعود ملكية حوران للسيد سعيد بن جار الله بن سميخ المري مع حوران في رابع المراكز، خامس المراكز شعار المقلوم قام أرمل على بعد عز الجيش للسيد محمد بن حمد المقلوم في هذه اللحظة في رابع المراكز. اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات هذا البصير لسيد محمد بن حمد القرص في اول المراكز، ولكن اللي واصل في ثاني اللي واصل في ثاني المراكز هذه اللحظات الحنيش لسيد احمد حماد علي في ثاني المراكز، ثالث المراكز الناموس لسيد فهد بن سالم المسعود في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا هو شاهين لسيد ناصر بن عبد العزيز المري، نروح مع نروح مع اللي في اول المراكز، وسيطرة سيطرة تامة لبصير لسيد محمد بن حمد القريصي في هذه اللحظات في اول المراكز، سيطرة سيطرة تامة في هذه اللحظات، اعطنا طريق يا راعي اعطنا طريق لو تكرمت، الطريق المسايرة في هذه اللحظات طريق المسايرة لو تكرمت طريق اعطنا طريق. اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو البصير لسيد محمد بن حمد القريصي في هذه اللحظات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل هذا الحنيش لسيد احمد حماد علي في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الايمن هذا شاهين لسيد ناصر بن عبد العزيز المري في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا الحزم لسيد محمد احمد خليفه بن شرباك المنصوري مع المضمر كمال الضي موسى في هذه اللحظات في ثاني المراكز، لكن البصير حتى هذه اللحظات اهالي جنوب يبون السلام يا القريصي، روح يا القريصي روح بالناموس يبون السلامات اهالي جنوب في هذه اللحظات، هذا هو البصير للسيد محمد بن حمد القريصي، ولكن الجماعه واصلين في كل بهذه اللحظات، اول الواصلين شاهين لسيد ناصر بن عبد العزيز المري، ثالث المراكز هذا هو الحزم لسيد محمد بن احمد بن شرباك المنصوري مع سيد كمال الضي انتزع المركز الاول في هذه اللحظات، هذا شاهين لسيد ناصر بن عبد العزيز المري ثاني المراكز، البصير للسيد محمد بن حمد القرصي ثالث المراكز، شاهين لسيد ناصر بن عبد العزيز المري، نقول تهانينا والناموس لجميع الاخوه الذين
فاز في سباق هذا اليوم. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 51 ثانية و77 جزء من السنة. تهانينا لجميع الإخوة الفائزين، والتوفيق وإلى اللقاء في سباقات أخرى. وهذه تحياتي محدثكم محمد الحسن الكباشي، وإلى اللقاء.